فبجد انا لو رجع بيا الزمن مش هغير اي حاجه. اهلا واضح، انا بسمع. عندي حوالي 7-8 سنين، وكان في مجموعة من صناع الأفلام التسجيلية اليابانيين كانوا بيعملوا سلسلة أفلام عن الحضارات القديمة، فكان في فيلم عن الحضارة المصرية القديمة، وبعد قصص كتير جدا اختاروني إن أنا أبقى الوش اللي في الخلفية طول الفيلم على أساس إنه وش مصري. سؤال صعب قوي، بس فاكره مره كنت قاعده في الويكند عند ابويا، وهو ساكن كان وقتها في الدور الرابع، وما تفهميش ليه نزل راح الشغل وقفل عليا الباب بالمفتاح، فلقيت ان انا مش عارفه اخرج، وجارتي اللي في الشقه اللي جنبي كانت صاحبتي، فقمت طالعه من السور ومتمشيه بره على السور من الدور الرابع من شقتنا لشقه الجيران عشان اعرف اطلع وانزل ونزور صاحبتنا التانية اللي هي في الدور اللي تحتينا ونقضي اليوم مع بعض وكده. ورجعت بعد شوية وقعدت في البيت وكأن مفيش حاجة حصلت، وما اعترفتش لأهلي بالموضوع ده غير مثلا من 2-3 سنين. لا، أنا مش عايزة أغير أي حاجة في حياتي، لأن أنا مؤمنة تماما، والله العظيم مش بفتي عليكي ولا بقول اي كلام، بس انا مؤمنه تماما. كل واحد فينا في حياته احداث مؤسفه، وفي حاجات بيجي كده في لحظه تجلي يقول يا ريتني ما كنت عملت كذا، بس انا بجد مصدقه انه كل تجربه مريت بيها في حياتي والوحش قبل الحلو هو ده اللي عملني البني ادمه اللي انا فيها دلوقتي. فبجد أنا لو رجع بيا الزمن مش هغير أي حاجة. من أكتر الحاجات اللي ممكن تخليني متوترة إن أنا أحس إن أنا في وسط ناس مش عارفة أبقى على طبيعتي معاهم وما عنديش حاجة أقولها. من أسوأ الكذبات اللي كذبتها في حياتي مثلاً كنت حامل، وكان في اتفاق بيني وبين أبو بنتي إنه مفيش تدخين في الحمل، ممنوع تماماً، وضعفت وخدت سجارة ونسيت الولاعة في جيب البنطلون. هو كان راجع من الشغل فبيسلم على فلاء الولاعة، إيه ده؟ قلت له دي كنت ناسيها في البنطلون من زمان. قال لي من زمان ما حسيتيش بيها؟ لا، اصل وانا في الشغل دي كانت بتاعت فلانه ونسيتها فاخدتها في جيبي ونسيتها من زمان. فتحولت لشخص بيهزي مش بيكذب. لا، انا ما فاشله في الكذب. شكرا، واضح.